في المملكة المتحدة تجري اليوم انتخابات برلمانية مبكرة لانتخاب المجلس البرلماني 57 في البلاد. يتسابق للنيل ب 650 مقعدا محافظون وليبراليون وليبراليون ديمقراطيون وأحزاب المملكة المتحدة المستقلة وأسكتلندا المستقلة. هذه الانتخابات دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 18 من أبريل الماضي بحجة أنها خطوة نحو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف للخروج من الاتحاد الأوروبي.